من داخل حديقة الحيوان نعطيكم وهذه التغطية المستمرة والمباشرة، نرصد لكم فرحة المصريين بأجواء عيد شم النسيم، كما نقلنا لكم صورة حية من كل محافظات مصر. الآن نحن داخل حديقة الحيوان المصرية، ننقل لكم فرحة وأجواء المصريين بعيد شم النسيم هذا العيد هذا العام. صباح الخير. صباح الفل يا استاذ. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب يا استاذ. يعني النهارده عيد شم النسيم معروف عن المصريين احتفالاتهم بهذا العيد، يعني تحب تقول ايه وايه المناسبه اللي انت حابب تعيد على حد فيه؟ انا احب اعيد على الشعب المصري كله وعلى الاخوه المسيحيين وعلى المسلمين كلهم وكلنا اخوات والشعب واحد. امنيه حضرتك لهذا العيد ايه؟ السلام. شايف العيد السنه دي مختلف عن الاعياد في العوام الماضيه؟ مختلف طبعا عن كل سنه، من ساعه ما الثوره بدات وما فيش عيد. من ساعه ما الثوره بدات ما فيش عيد، مش حاسين باي حاجه. مصر دلوقتي كده. لا دلوقتي. شكرا جزيلا، وصلت الرساله. كل سنه وانت طيب. انت جاي انت والاسره ولا نازل لوحدك؟ جاي من بني سويف يا فندم، جاي من اخر الصعيد لحد هنا. طب قول لي، يعني معروف عن المصريين لمه العيد وفرحه عيد شم النسيم، الناس كلها بتحب تنزل في الاعياد وتتفسح وتخرج، شايف العيد ازاي السنه دي؟ اول مره السنه دي احلى عيد نشوفه في حياتنا، والله الرئيس مرسي ده احسن رئيس شفناه في حياتنا بصراحه يعني. زين اتفضل. ايوه، اولا كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وقناه مصر المباشر طيبه، وكل سنه ومصر كلها طيبه، ومصر الحمد لله والشكر لله في احسن حال، والحمد لله والشكر لله، ونتمنى كل خير لاخواتنا الاقباط، لهم مننا الف سلام، وكل سنه هم طيبين، وكل المسلمين وكل المسيحيين، وكل سنه وانتم طيبين. قول لي امنياتك لهذا العيد، عيد شم النسيم السنه دي، تتمنى ايه في هذا العيد؟ نعم، امنياتي واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الامور تهدى، وان يعني الشعب المصري ده احلى شعب في الدنيا واطيب شعب في الدنيا وشعب متسامح، والعيد السنه دي بيتميز، العيد السنه دي سيادتك بيتميز بكل حب وبكل ود، واعتقد خير دلال على كلامي ده هو الناس كلها متجمعه بجد حقيقه يعني. وبعدين فرحتنا بيكم، وكل سنه وانتم طيبين وانتم زي العسل. عيد سعيد عليك وعلى الاسره، شكرا جزيلا. يعني مازال حديثنا مستمر عن بنرصد النهارده اجواء العيد، عيد شم النسيم معروف عن المصريين فرحتهم بهذا العيد، لمه الاسره المصريه، ثم بعد ذلك التنزه والخروجات في الحدائق المختلفه وتحديدا هنا في حديقه الحيوان. شايف ازاي التواجد الامني في حديقه الحيوان او في الحدائق او في الشوارع، وايه الرساله ان احنا نوصلها للمواطنين اللي قاعدين في البيت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الحمد لله احنا يعني في العيد ده بالذات يعني في فرحه زايده علينا طبعا، الحمد لله ما عندنا رئيس وعندنا ثوره مباركه، والحمد لله يعني زي ما انت شايف كده ما فيش حد هنا بيبص على اللي في ايد التاني ولا على اللي شعر التاني، الحمد لله مسلمين ومسيحيين مع بعضينا ما فيش فرق، ونلعب مع بعضينا وكلنا جيران وجايين مع بعضينا وما فيش اي حاجه خالص، والامن متواجد هنا. شكرا جزيلا. يعني ما زالت تغطيتنا مستمره، الان الكاميرا ستجوب معنا داخل حديقه الحيوان لنتعرف ونشاهد معا وسويا هذه الاجواء التي ربما منذ فتره طويله لن نجدها الا في مصر في مثل هذه الاعياد وعيد شم النسيم تحديدا. الاسر كلها متجمعه هنا، التجمع خاص بالاسر هنا في هذا العيد، ربما تكون رسالة من الأسر المتواجدة هنا في حديقة الحيوان للبعض لتوصيل رسالة معينة أن مصر بخير وأن هناك أمن وأمان داخل الحدائق المختلفة. صباح الخير. صباح الخير. كل سنة وحضرتك طيب. يعني زي ما احنا شايفين في الكاميرا فرحة الناس بالعيد والناس كلها نازلة، الناس كان نفسها من فترة تفرح وتخرج في مثل هذه الأعياد. قول لي أنت النهاردة واخد الأسرة ليه؟ عشان أفسحهم وأفسح ولدي. حاسس ان احنا كنا في الفتره دي محتاجين نخرج، محتاجين ندي رساله للشعب كله ان الناس فرحانه والناس بتخرج سواء عيد شم النسيم او غيرها من الاعياد. ربنا يفرح الناس كلها ويهدي الناس على بعضيها. اه ممكن احنا نشوفك. طيب يعني اكيد كل واحد في مثل هذه الاعياد بيبقى ليه بعض الامنيات، بيتمنى بعض الحاجات تتحقق في هذا العيد ما اتحققتش في العيد الماضي، ايه اللي انت بتتمناه يتحقق ليك انت ولاسرتك والبلد؟ ان البلد تستقر والناس ربنا يهديها على بعض وتحب بعض والخير يا أم على بلدنا.
حضرتك متعود في مثل هذه الايام او في مثل هذه الاعياد ان انت تخرج، ولا انت بقالك فتره ما نزلتش في الاعياد المختلفه؟ لا بتعود كل اجازه اخد عيالي واخرج. كل اجازه. طيب شايف العيد السنه دي مختلف عن الاعياد اللي فاتت؟ اتفضل يا فندم. يعني شايف الناس يعني فرحانه برضه شويه، مع ان في الظروف اللي زي دي الناس عايزه تطلع من الكبت اللي هي فيه. طيب ايه اللي انت بتتمناه لمصر في عيد زي النهارده، عيد شم النسيم؟ معروف ان العيد ده هو ربط للعلاقه بين الاقباط والمسلمين، الكل نازل سواء مسلم او قبطي، الكل على مائده واحده. ايه اللي انت بتتمناه لمصر، بتتمناه في هذه الفتره وفي هذا العيد تحديدا؟ بتمنى الاخويه بتمنى الاخويه بين المسلمين والاقباط زي زمان. ده اللي انا بتمناه، الخير يرجع زي زمان. رساله صغيره بس اتعرف بيك الاول قبل رساله عراوي. استاذ علي يعني انت قلت لي ان في رساله عايز توصلها، اتفضل يا فندم. الشيوخ اللي بيطلعوا على الفضائيات، اللي بيطلعوا على الفضائيات، انا مسلم واخواتي المسيحيين كلهم حواليا، عمرنا في حياتنا ما سمعنا ان في تفرقه بيننا وبينهم الا لما الشيوخ دول طلعوا على الفضائيات يحرموا السلام والمعايدة على الإخوة المسيحيين. طول عمرنا، أنا عندي 55 سنة، طول عمرنا عايشين جيران مع بعض، مش عايزين الفتنة. الإخوة اللي بيطلعوا على الفضائيات، الشيوخ اللي مربيين دقونهم يطلعوا يقولوا ما تعيدوش على أخواتكم المسيحيين. إيه بقى الرسالة يعني بعيدا عن الشيوخ طبعا، يعني كل واحد وليه رأيه، هنا بيقول رأيه وهنا بيقول رأيه، وبعض الشيوخ يعني بعض العلماء ذكروا ان يجوز ان المسلمين يعيدوا على الاقباط. بغض النظر عن كده، ايه اللي انت حابب الرساله بقى النهارده اللي توصلها للاقباط، زملائك واصدقائك وللمسلمين ايضا؟ كلنا المسلمين بيحبوا الاقباط، والاقباط بيحب المسلمين. عمر ما في بني ادم هيقدر يبعدنا عن بعض ابدا، لان مصر زي ما البابا شنودة قال، مصر وقال بابا شنودة المسيحيين، البابا شنودة قال ايه؟ مصر وطننا، ولا احنا بنعيش جوه مصر، ولا مصر اللي بتعيش جوانا؟ وطن بيعيش جوانا. يبقى المسلم والمسيحي ايد واحده، مش عايزين اي حد يفرقنا. كل سنه وانت طيب. بصراحه حضرتك طيب بس علي، متشكرين لحضرتك. يعني ما زلنا نجري لقاءات كما نشاهد فرحه المصريين بهذا العيد. هذا العيد مختلف تماما في الفرحه في حديقه الحيوان. يعني اسالك، انت نازل انت واسرتك النهارده، ايه الرساله؟ اسرتي النهارده كل سنه وانت طيب اولا، والمصريين كلهم بخير. ماشي، ايه الرساله اللي انت عايز توصلها؟ احنا النهارده جايين ان شاء الله بنشارك مع اخواننا المسيحيين في مصر. هنا ما فيش مسيحي ومسلم، واحنا مش عايزين فتنه في بلدنا ان شاء الله، واحنا كنا مع بعضنا واخواتنا. طيب نخرج بره، يعني كما نشاهد، يعني يبدو ان فرحه الشباب الصغير بالعيد كما نشاهد في الكاميرا. ربما نستمر معكم ونحاول ان نستكمل هذه اللقاءات ايضا مع احد المواطنين، هو واسرته اليوم في حديقه الحيوان، مستمرون معكم. اكيد انت ليك بعض الامنيات في هذا العيد، ايه اللي بتتمناه في هذا العيد يتحقق؟ ان شاء الله كن عيد علينا وعلى مصر كلها بخير ان شاء الله، وعن المسيحيين وعن المسلمين، وما فيش فرق بين مسيحي وبين مسلم. حضرتك من القاهره هنا ولا من؟ انا من الجيزه، من العمرانيه. حضرتك من العمرانيه، متعود كل عيد تنزل؟ كل عيد بننزل ان شاء الله، بنخرج انا والاسره مع بعضنا واولادي وعيالي وكده. طب انت اكيد يعني على مدار الفتره اللي فاتت اكيد انت نزلت انت والاسره كما ذكرت، يعني هل انت شايف ان في اختلاف؟ لا لا لا، ما فيش اختلاف، بالذات السنه دي يمكن زياده اكتر. اللهم صل على النبي، والناس كتيره بسم الله ما شاء الله. يعني حاسس ان في، يعني وانت جاي في الطريق اكيد قابلت بعض رجال المرور، بعض رجال الشرطه، شايف ان في تواجد مختلف لرجال الشرطه في هذا العيد في داخل الحدائق، في حديقه زي حديقه الحيوان او غيرها، ولا انت حاسس ان في بعض التقصير من بعض رجال الامن، كنت محتاج امن زياده في الحدائق؟ دخلت النهارده الصبح لقيت حوالي الساعه 9 كده صباحا، لقيت الامن مستتب جوه هنا في داخل الحديقه، وعساكر مجندين يعني من قوات الامن موجودين. طيب يعني على ذكر اعياد شم النسيم، معروفه عن المصريين يعني ان هناك بعض الاكلات خاصه بهذا العيد زي الرنجه والفسيخ وما الى شابه، يعني كان هناك تحذيرات من وزاره الصحه، وزاره الصحه خايفه على بعض المواطنين ان يكون هناك في بعض الاطعمه الفاسده او ما شابه ذلك. هل انت شفت بنفسك الطعام اللي انت بتاكله ده طعام كويس، مقدم من مصانع كويسه، من محل كويس؟ المحل عندنا في العمرانيه الشارع الثلاثيني، ومحل موثوق منه يعني كويس، وبسم الله ما شاء الله جميله جدا جدا جدا. يعني السنه دي جميله قوي 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 كمان، يعني فاهمني؟ بس يعني قولي يا حبيبتي عايزه تقولي. انا عايزه اقول ان لقاء
كل المسلمين والمسيحيين ان هم كل سنه وهم طيبين، وزي ما كلنا بنقول المسلمين والمسيحيين ايد واحده. سيطر يا اسلام، وكل عيد واحنا طيبين. انت متعوده يا حبيبتي تنزلي كل عيد لوحدك ولا معاكي بابا وماما؟ معايا بابا وماما وبحتفل مع انت عندك كام سنه الاول؟ انا عندي 13. 13 متعوده تنزلي انت وبابا وماما كل عيد؟ اه. شايفه العيد السنه دي حلو، نازلين تلعبوا براحتكم، الشوارع كويسه، في حاسه ان انت بتلعبي افضل، الحديقه كويسه، الخدمات اللي بتقدم فيها كويسه؟ ايوه بصراحه ان الحديقه كانت النهارده كويسه جدا. مبسوطه انت النهارده؟ اه مبسوطه. مساء الخير يا حاج، كل سنه وحضرتك طيب. يعني النهارده كل الناس بيبقى في الاعياد بيبقى ليها بعض الامنيات، الناس بتبقى بتستنى العيد عشان يبقى ليها بعض الامنيات، فرحه، بهجه، سرور، فسح، خروجات، اجازات، كل ده مهم للمصريين. النهارده انت كلمني عن امنياتك في هذا العيد. والله انا فرحان بس للمسيحيين والمسلمين مع بعضهم اخوات، وكلنا زي ما انت شايف كده مسلمين، كلنا مسلمين ومسيحيين مع بعض زي ما انت شايف كده، وربنا ينصر الاسلام والاسلام والمسيحيين يبقوا مع بعض كده ايد واحده وكلنا واحد مفيش اي حاجه، وربنا ينصر مصر ان شاء الله. طيب امنياتك الشخصيه اللي نفسك تتحقق، بعض الناس بيبقى ليهم بعض الامنيات الشخصيه في كل عيد، ايه الامنيات اللي انت نفسك تحققها؟ انا امنياتي ان مصر دي تبقى احسن دوله في العالم، يعني مع التقديم ان شاء الله بامر الله النظام الجديد ده هيبقى هيخلي مصر احسن دوله في العالم بامر الله. شكرا جزيلا. تعرف بيك يا حاج؟ اتفضل بص للكاميرا بس. ابو مصطفى فكري. استاذ مصطفى انت الاول، انت من القاهره ولا من محافظه؟ من محافظه بس قاعد في القاهره. مقيم في القاهره؟ اه. طيب انت متعود يا استاذ مصطفى تنزل انت والاسره كل عيد؟ بتيجي حديقه الحيوان ولا في اماكن تانيه؟ لا باجي حديقه الحيوان، القناطر، اي منطقه. طب ايه سبب اختيارك لحديقه الحيوان تحديدا ان انت تاخد الاسره وتنزل فيه؟ عشان الاطفال يتفرجوا على الحيوانات اللي موجوده فيها وبنقضي يوم كويس. شايف ان الخدمات المقدمه داخل حديقه الحيوان في اختلاف العام ده؟ يعني حاسس ان في خدمات مقدمه افضل؟ هل هناك تواجد امني في سيارات اسعاف بجوار الحديقه لا قدر الله، لا قدر الله لو في اي مشكله؟ الناس نفسها عارفه الظروف، فكل واحد بيتعامل غير الايام العاديه، يعني كله بيتجنب المشاكل، شاب بيمشي في حاله ما بقاش زي الاول، واخد بالك؟ لان كل البلد عارفه ان مفيش الوضع الامني من متدهور، فكل واحد واخد باله حضرتك ايه الظروف اللي موجوده دي، فما بيهتم هو بينظم من نفسه. طيب على ذكر التواجد الامني والوضع الامني، اكيد انت بتنزل بالليل بتروح شغلك الصبح، بتبدا تخرج بتشوف الحدائق بتشوف الاماكن، حاسس ان في اختلاف في التواجد الامني ولا كنا محتاجين تواجد افضل من كده؟ لا كنا عايزين تواجد افضل من كده، الامن ده مش موجود نهائي، يعني نادر على ما الواحد بينقل الميادين بس اللي موجوده فيها امين شرطه واقف لتنظيم المرور لتنظيم اي حاجه، انما غير كده ما فيش. شكرا جزيلا. شكرا بس. يعني ما زالت جولتنا مستمره كما نرى في الصوره، نرصد لكم هذه الاجواء الاحتفاليه هذا العام، شم النسيم مختلف، المصريين كلهم من محافظات مختلفه اليوم في حديقه الحيوان، ربما تكون السعاده والبهجه هي الرساله التي اراد الكثير من المصريين هنا ارسالها، نجد العديد من الاسر هنا في حالة من البهجة والسرور وأيضا الأمن والأمان داخل هذه الحديقة، نرى بعض الأسر الجالسة على جنبات الحديقة هنا، على جنبات الحديقة، سنحاول نجري لقاءات مع عدد من الأسر المتواجدة هنا لنتعرف أكثر وأكثر على فرحة العيد والسعادة بهذا العيد لهذا العام. صباح الخير، كل سنة وانتم طيبين. يعني النهاردة شم النسيم معروف عن الأسر المصرية السعادة والفرحة والبهجة، انتوا النهاردة نازلين أكيد بتبقوا مبسوطين في حديقة زي حديقة الحيوان، عايز أسألكم الأول شايفين إزاي العيد السنة دي شم النسيم؟ هو الناس بتخرج عشان تفك عن نفسها بسبب الحاجة الثورة والمشاكل اللي كل يوم الشعب، يعني شايفين احنا بعد الثوره في حاجات وحشه وفي حاجات حلوه، هو اليومين دول في كل حاجه غليت اليومين دول، بس احنا مش عارفين مين اللي بيغليها، التجار ولا البياعين ولا مش عارفين مين، بس ده كله بيجي علينا احنا. بس انتوا كاسره اكيد اشتريتوا بقى، يعني معروفه الاكل اللي كل المصريين بيحبوه، الرنجه والفسيخ والرنجه والفسيخ والملوحه، شايفه الاسعار السنه دي لما نزلتي قبل بدايه العيد والنهارده، هل الاسعار كانت في متناولكم ولا كنت حاسه ان الاسعار غاليه كتير عن السنه اللي فاتت؟ مش غاليه كتير قوي، حاجات بسيطه. طيب شايفه الزياده في السعر ده كان مناسب لكم كاسره ولا كنتم محتاجين اسعار افضل؟ بالنسبه لنا
احنا مناسب، بس في اقل منا مش مناسب بالنسبه ليهم، مش كل الفئات زي بعض، احنا ممكن نشتري غيرنا ما يقدرش يشتري. طيب انت كبنت كده اكيد بيبقى ليكي بعض الامنيات، بعد الثوره رئيس حكومه، البعض شايف ان في بعض استقرار الان، عدد كبير من المواطنين في الحدائق نازلين النهارده بيوصلوا رساله ان البلد بخير والبلد بامان. انا عايز اتكلم عن امنياتك انت، ايه اللي بتتمنيه في هذا العيد تحديدا؟ انا بتمنى ان الشعب يكون مستقر ونشوف ايام حلوه وكل حاجه تكون كويسه، وما نكونش بنضرب في بعض وما بنحبش بعض وكل شويه يعملوا فتنه بين المسيحيين والمسلمين. دلوقتي اديك شايف المسيحيين والمسلمين كلهم خارجين مع بعض، في اسر مسيحيه ومسلمين جيران وخارجين مع بعض وبياكلوا بيشربوا في طبق واحد، مش كل زي ما كل القنوات بتقول يعني المسيحيين والمسلمين بيعملوا فتنه طائفيه بيننا وبينهم. لا احنا، انا في جيراني مسيحيين امبارح. حضرتك ساكنه فين؟ انا ساكنه في شبرا الخيمه، قدامي ناس مسيحيين نزلت وعيدت عليهم امبارح واكني ما فيش اي حاجه بيني وبينهم. كل سنه وانتم طيبين. ازيك يا حاجه؟ كل سنه وانتم طيبه. قولي لي النهارده انت يعني انت متعوده كل عيد محتاجين رقابة أكتر في الأسواق كده، بس هم ما ذنبهمش حاجة يعني، هم مغلوبين على أمرهم برضو، هم مغلوبين على أمرهم يعني، الحكومة برضو يعني مغلوب على أمرها يعني. إيه بص إيه يعني الشعب يعني واقف ضد الحكومة، لو كلنا نقف مع بعضينا كنا يعني. تقصدي بإيه يا ماما ضد الحكومة؟ يعني مطلوب إيه من المواطن مع الحكومة عشان بإيد واحدة؟ إيد واحدة. لا الحكومة والشعب كله يبقى إيد واحدة عشان ايه؟ مصلحة البلد يعني. يعني انت حضرتك شايفة ان احنا المفروض نتكاتف اكتر، نتعاون مع الحكومة، الحكومة تتعاون مع المواطن، يبقى كلنا ايد واحدة يعني مع بعضينا بإذن الله. كل سنة وحضرتك طيبة، احنا سعداء جدا بلقاء حضرتك. الله يخليك مستر. حضرتك تبع الأسرة هنا؟ كل سنة وحضرتك انت طيب يا فندم. انا لسه عامل لقاء مع الحاجة والأسرة، واضح ان انتوا بتحبوا الخروجات والفسح في العيد كل عام. المصريين كلهم بيحبوا الخروجات والفسح يوم الاعياد يعني والمناسبات وكده. انت نازل النهارده مطمئن واخد اسرتك يعني، معاك والدتك ومعاك المدام ومعاك يعني، شايف ان انت مطمئن السنه دي للخروجات سواء في حديقه الحيوان او غيرها من اي حد؟ يعني لحد ما دلوقتي عن قبل كده يعني، دلوقتي يمكن في شويه فيها امان وبتاع، وبعدين احنا برضو لازم يعني نساعد الشرطه ونساعد الحكومه في كده، ان احنا برضو يعني لازم نبدا بنفسنا احنا الاول عشان خاطر الامن يستتب يعني وكده. طب كلمنا عن امنياتك لها سعيد، ايه اللي بتتمناه في العيد ده يتحقق؟ يعني البلد تكون كويسه والحاله تهدى والناس تشتغل وتشوف مصالحها وبتاع وخير ان شاء الله، اللي جاي احلى ان شاء الله. شكرا ليكم وسعداء بلقائكم. شكرا جزيلا.